الأحيان لا تكون الأمور في المنزل أو في علاقة ما على ما يرام، ولا تعرف إلى أين تلجأ. في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا نحن هنا للمساعدة في The Orange Door. إذا كان هناك من يؤذيك أو يجعلك تشعر بالخوف، إذا كان هناك من يراقب المكان الذي تذهب إليه، يتحكم في أموالك أو يمنعك من رؤية العائلة والأصدقاء، نحن هنا للمساعدة. عندما تحتاج إلى دعم في تربية الأبناء، أو إذا كنت قلقاً بشأن رفاهية طفل، أو إذا كنت طفلاً أو شاباً ولا تشعر بالأمان أو الرعاية، نحن هنا للمساعدة. إذا كنت قلقاً بشأن سلامة شخص تعرفه، نحن هنا للمساعدة. نحن نقدم دعماً مجانياً وسرياً لتلبية احتياجات الأشخاص من أي عمر وجنس وجنسانية وثقافة ودين وقدرة. للعثور على المساعدة يرجى زيارة موقع The Orange Door الإلكتروني. إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه في خطر محدق، اتصل على الرقم 000.